نظمت شركة السكر والصناعات التكاملية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، نظمت احتفالية كبرى في محافظة المنيا لتكريم أوائل مزارعي بنجر السكر للموسم الحالي. وأكد العضو المنتدب التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية عصام الدين البديوي، أكد أنه من المستهدف استلام 750 ألف طن بنجر من مزارعي بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج لصالح مصنع أبو قرقاص خلال موسم توريد 2024-2025، وأنه من المستهدف أيضا الوصول إلى مليون طن بنجر يتم استلامها في الموسم التالي، مشيرا إلى أن شركات السكر تستطيع الوصول إلى الاكتفاء الذاتي بمحصولي البنجر والسكر عند تشغيل المصانع بالطاقة القصوى.